السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمود الطيب أحييكم من معبد الكرنك، وفي منظر هنا مهم اللي هو بعد الصرح، قبل الصرح السادس، في باب كده اللي بيؤدي إلى طريق البحيرة كلنا بنمشي فيها، صالة الوجيت لحتشبسوت، وعليها ألقاب هنا سيتي الثاني. في منظر هنا مهم، في دي معروفة بالنسبة لنا في التاريخ المصري ودورها الكبير، الملكة أحمس نفرتاري اللي هي واخدة اللقب أهو بيتجري حمت نتر. كلمة نتر اللي هي العلم دي في الأول جت، لكن هي حمت نتر، حمت نسو ورت الزوجة الملكية العظمى. يبقى هي عندنا حمت نتر الزوجة الإلهية، الزوجة الملكية العظمى، أحمس نفرتاري. تمام، ده المنظر بتاعها المشهور اللي هي ميريت امن رع، امن رع نب نترو سيد الآلهة، ده اللقب. يبقى محبوبة امون رع سيد الآلهة. قدام مين المنظر لأمون رع نفسه، واللي بيقدم هنا تمثال الماعت الملك مين؟ رمسيس الثالث، ان جزء من اللقب بتاعه الها وحقايون رعمسيس او رعمسيسو، وكلمة حقايون، وجزء أخير من الاسم بتاعه اللي هو الميلاد، التتويج وسر مع ترع ميري إمن، وجزء من إمن أهو موجود. يبقى المنظر مرة تاني اللي هو رمسيس الثالث قدام للا أمون رع، وتحت كوعه بالضبط الزوجة الإلهية والزوجة الملكية العظمى الملكة أحمس نفرتاري، ومنظر مهم ومشهور ليها. فبنلاحظ هنا علشان المكان ده برضو كان يعتبر لبعض التوب في اي بي يسمح لهم، فكان المنظر ده في اثناء الاعياد او الاحتفالات برضو بيغطى. ادي الفتحه، ادي فتحه ثانيه، ادي الثالثه، علشان بيتغطى هذا المنظر باستاره. يبقى منظر الاله بيتغطى، وربما كمان احمس نفرتاري لانها مؤله او مقدسه، في فتحات صغيره برضو ممكن يتغطى، لكن لا، منظر رمسيس الثالث نفسه مش بيضغط. ده منظر مهم ممكن توقف عنده، بيدلنا على رمسيس الثالث يعني 1180 قبل الميلاد، والملك أحمس نفرتاري مثلا 1560، فهي سابقة له حوالي 400 سنة، والإله أمون الإله الرئيسي. فمنظر مهم بيدلنا على القصة دي اللي قدامنا، بيقدم تمثال العدالة لأمون رع، وتحت كوعه الملكة أحمس نفرتاري مرة تاني اللي هي الحمت نتر، حمت نسوت ورت أحمس نفرتاري. طيب من الكرنك، شكرا.